ضيفنا اللي منورنا النهارده الحقيقه هو يعني نجم، وقدر انه يحط مكانه له في قلوب الاهلاويه لحد يعني يمكن قبل ما يلبس الفانيلا الحمراء. وده ليه؟ لانه يعني يمكن هو يعني تمسك بالانتقال للاهلي، رفض كل العروض الماديه المغريه للانضمام لصفوف تانية، هنعرف منه ده بالتفصيل، لكن ارتباطه وحبه للنادي الاهلي هو ده اللي خلاه يفضل القلعه الحمراء عن كل الانديه اللي كانت عايزاه وعايزه تتعاقد معاه في التوقيت ده. هو لاعب متميز فعلا في كل حاجه، فنيا وخلقيا وحتى تدريبيا، وعلى مدار 6 سنين كان فيهم داخل الاهلي حقق بطولات متنوعه على المستوى المحلي وايضا الافريقي. نجمنا النهارده كابتن شريف عبد الفضيل، اهلا بك يا كابتن. اهلا بك، انا متشكر جدا على المقدمه اللطيفه دي. و ولا كنت لعيب ولا حاجه يا عم، انت بتتكلمي على لعيب وكابتن هاني رمزي. انت لعيب يعني مميز، وانت عارف انت من اللعيبه اللي بحبها جدا، راجل في الملعب، و زي ما قلنا عندك الحته الفنيه وعندك الروح، وده هنتكلم عليه طبعا كتير، وخاصه ان انت يعني كنت متمسك جدا انك تلعب في النادي الاهلي، وده يعني حاجه اعتقد انها كمان اثرت كمان على مستقبلك بعد الكوره. فخلينا نتكلم بالتفصيل، معانا تقرير ونرجع مع الكابتن الكبير شريف. رجعنا مع حضراتكم كابتن شريف عبد الفضيل، منورنا يا كابتن شريف. انا سعيد بوجودي معاك يا كابتن هاني، ومتشكر جدا على المقدمه الجميله دي. ويعني انت تستاهل اكتر من كده. لا استاهل ايه بقى ما حضرتك موجود يعني. لا ربنا يخليك. انا هنتكلم على الدفاع، فحضرتك وزير الدفاع يعني. حبيبي حبيبي. لا بس انت ما لعبتش دفاع بس يعني، انت انا خدتها كلها يعني. انت لفيت الباك رايت بالظبط، انت لفيت ديفندر وجناح ولعبت كله فعلا يعني، جميع المراكز دي لعبتها فعلا. بس برضه لعنه الاصابات كانت ما شاء الله ملازماك يعني. هي كانت دايما بتعاندك، موضوع الاصابات ده كان دايما يعاند شريف عبد الفضيل. ده حقيقي. هي يمكن في اخر 3 مواسم تقريبا، اخر سنتين بالذات فعلا بقى كان في الاصابات دي، بس الحمد لله كنت دايما ارجع مثلا العب قبل نهائي افريقيا، نهائي افريقيا في ماتشات افريقيا كلها بقى حاضر. ماتشات تقيله، ودي كانت بتراجع ثقه المدير الفني اللي موجود ان انا كنت مهما بعيد فالحمد لله برجع فت بسرعه وبيلاقيني جاهز قوي فبينزلني. لدرجة ماتش سي سبورت في الكونفدرالية، نهائي كأس الكونفدرالية، بنلعب سي سبورت هناك. كنت متعور قبليها؟ كنا متعور في السمانة، وكان معايا حتى يمكن كان عبد الله الصعيد عنده شرخ في وش رجله، فاحنا الاثنين رايحين بنكمل سكور بس. كنا رايحين اصلا كام 16 لعيب في السكور، 15 16 كمان. فقاعدين بنكمل الدكة يعني، مش رايحين كمالك عدد. فكان جريدو الاسباني كان هو المدير الفني. فاتفاجئت بعد 3 ساعة من الماتش بيبص لي كده على الدكه ويقول لي قوم سخن. فبصيت كام ساعه قلت له انا انت بجد هتهزروا؟ فطبعا هو كان شايفني ان انا فت قبل، انا نزلت بالظبط 2 تمرينات معاه. كان غبت قد ايه؟ كان الكابتن ابو العيله قبليها 3 شهور. 3 شهور ده انت على الاقل قعدك اسبوعين ثلاثه مع الفرقه يعني. بالظبط. فالكابتن ابو العيله قبليها حتى قال له شريف هيجي معاك، ما ينفعش ينزل، ما ينفعش يشارك. والله العظيم ما فيش ربع ساعه بالظبط قال لك قوم سخن نزلت. نزلني بين الشوطين بالظبط. انا خدت احسن لعيب في الماتش ما شاء الله، لعبت باك ليفت. ده كان امتى بقى يا كابتن؟ ده نهائي سي سبورت. اوكي. ده 2013. طب باك ليفت والعوده لعبته باك ليفت. يعني هو سبورت. انت مشيت هناك كويس فقال لك خلاص ما خلاص بقى يكمل بقى في البوزيشن ده. بالظبط كده. قبل الحمد لله احنا خدنا البطوله دي. قبل المشوار ده في مشوار بقى يعني، في تاريخ ورا ده، في في يعني حاجات كتير قوي. انا فاكره ان انت من اسماعيليه. فاول مره اعرف من قريب يعني ان انت من البحيره اصلا. بس ليك علاقه قويه قوي بالنادي الاسماعيلي وجمهور النادي الاسماعيلي الكبير. طبعاً. فقول لي بقى كنت بتعمل ايه، وايه اللي وداك من البحيره الاسماعيليه يعني، جت ازاي ده؟ لا انا من ناشئين نادي اسمه نادي بدر. في محافظه البحيره مركز ومدينه بدر، فيها هناك نادي اسمه نادي بدر. النادي الاسماعيلي الشهراني مباشره من نادي بدر، فبقيت من ناشئين النادي الاسماعيلي. وطبعا الحمد لله يمكن اول سنه ليا كانت 2001 يا كابتن، 2002 الاسماعيلي خد فيها الدوري السنه دي. مع كابتن محسن صالح. مع كابتن محسن صالح انا كنت خلاص فريق اول مع كابتن محسن. كان هو اول واحد شافني واول واحد صعدني على طول، اول ما جيت صعدني فريق اول على طول. اول من شافك يعني 17 سنه. كابتن محسن صالح اول ما شافني طلعني على طول. فالحمد لله تواليت بقى خلاص صعدنا فريق اول، ومن هنا بدات الرحله في اسماعيليه. قعدت 9 سنوات متواصله في الاسماعيلي لغايه
ما رجعت الحمد لله النادي الاهلي بقى اشتراني بقى، تمت المفاوضات وجيت النادي الاهلي يعني. أيوة انما بقى ازاي؟ عايزين نعرف الحته دي. ده الحته دي حته كبيره. ايوه لا حته ده فيها شنطه يعني. فلوس اتحطت قدامك شنط. شنط. بالظبط الشنطه واحده. ما الكابتن هاني عارف كان رئيس النادي ساعتها كان الباشمهندس ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك، وكان رئيس نادي الاسماعيلي ساعتها المهندس نصر ابو الحسن. فانا خلاص كان في فتره عارف يا كابتن طموحك بيقف في النادي وفي المكان، فنادي اسماعيل نادي كبير جدا، عايز تجدد طموحك في حته تانية. بالظبط كده. فحسيت ان صعبه، بقيت اوصل كون نهائي كاس سوبر ما نوصلش، بطوله عربيه ما نوصلش، نهائي قبل نهائي الكونفدراليه ما نوصلش. فحسيت ان في لا لازم لازم اغير، لازم اروح مكان تاني، ومفيش انسب من مكان من النادي الاهلي. النادي الاهلي هو القلعه الوحيده في القاره اللي موجوده اللي بتقدر توصل لحاجه وهتاخدها، لان هو دايما بيبقى دايما النادي الاهلي بيبقى راسم بلان محدده ومعينه اللي هو لازم ياخد البطوله دي، وده فعلا اللي كان بيحصل على طول. يمكن الفتره دي بالذات دخلت طبعا مفاوضات قويه جدا نادي الزمالك. معلش انا اسف، قبل المفاوضات كابتن شريف عبد الفضيل كان بيسعى ان هو ينضم للنادي الاهلي ولا لا ده جه عن طريق الصدفه؟ والمفاوضات طبعا يعني كانت اخذت يعني اخذت وقت طويل جدا، كان في خناقات يعني دحيق اصلا دحيق. وبتقول انا بحسب انها شنطه، انت بتقول شنط فبتقول شنطه فعلا قد كده يعني. كان في واحده كمان بقفل واحده يا سلام. لا ما انا عملت بقيت منقطع عن التمرين زي ميسي كده دلوقتي. انت سعيد شفت ميسي دلوقتي منقطع عن التدريب 700 مليون ما ده منقطع عن التدريب. انا عملت زيه. طب كمل لنا ما انا انقطعت حوالي شهر عن التدريبات لان خلاص طبعا كان لازم اخد القرار ان انا انفصل. يمكن الكابتن علي ابو جريشه كان موجود في الوقت ده وقال لي شريف لازم تبقى موجود معانا وبتاع. طب انا لغايه كده وكفايه ولازم لازم اشوف اجدد طموحي في مكان تاني. والنادي الاسماعيلي قال لي استفيد ماديا لان طبعا الامور الماديه صعبه جدا، ان انا لو قعدت حتى بقى مطالب بان انت تدفع مبلغ كبير بالزبط. مع الناس اللي موجوده فالاحتياجات مش هتكفي يعني. انك عبء يعني لان الموارد الماليه في النادي الاسماعيلي قليله جدا يعني. فبالتالي الحمد لله دخلت مفاوضات وانا كانت رغبتي محدده يا جماعه انا عايز امشي من النادي الاهلي، واتكلمنا مباشره واضح من الاول وصريح واضح لان المهندس نصر ابو حسن الكلام ده كان ليه مباشر وقلنا له الكلام وقلنا الكلام ده 100 مره في كذا حته. انا كان كلامي مع المهندس نصر ابو الحسن ساعتها مباشر يا باشمهندس انا عايز اروح النادي الاهلي. ما كانش في ايجنت بقى ولا وكيل ولا الكلام، انت بتتكلم بنفسك؟ لا كان في المهندس عادل ابو القيعي. بتتكلم بنفسك؟ انا اللي بتكلم. المهندس عادل القيعي كان موجود طبعا، تواصل معانا وتواصل مع النادي مباشره بامانه يعني. وكان الكابتن تامر النحاس موجود على فكره كمان في الفتره دي في اجزاء معينه من الحوار، لان احنا اختلفنا في الاخر في نقط معينه يعني. طبعا مش عايز اخوض في النقطه دي بالذات يعني. فتمت حته ان احنا خلاص دخلنا مباشره ان انا همشي ولا مش همشي، هتروح فين. فالزمالك دخل في الموضوع طبعا، هيدفعوا 5 مليون جنيه للاسماعيلي وبالتقسيط وحاجات غريبه كده مش فاهمها يعني. اخويا ساعتها راح نادي الزمالك عشان تم التفاوض، انا ما روحتش خالص، واحنا في دماغنا ان احنا مش هنروح نادي الزمالك خلاص، احنا كل ده تفاوض. كلام كل مرحله تفاوض كلام. فنصر ابو الحسن قال لاخويا لازم تروح نادي الزمالك تقعد مع الناس. نادي الاسماعيلي ما ينفعش يخرج لعيب من هناك، مش عايز اقولها كده يعني. النادي الاسماعيلي ما ينفعش، كان الفتره دي الجمهور رافض فكره ان انا اتباع مباشره لحد. الجماهير كانت رافضه ده تمام. انت عارف الجماهير في اسماعيليه يمكن انت عارفه طبعا بما انك ايه في الاريا في الاريا دي. طبعا فالموضوع صعب، دي جماهير كبيره. يعني الموضوع يمكن انت ملمه بامور الكوره يعني. فالموضوع هناك صعب جدا تخرج من اسماعيلي مباشره تروح لنادي الزمالك او الاهلي، وبالذات الاهلي. خلاص لان انت طبعا ده المنافس التقليدي والنادي الاهلي بالنسبه لك ده ماتشات ديربي، ده طبيعي يعني في الكوره يعني. فجماهير كان في صخب جماهيري شديد جدا، فالمهندس نصر كان كل الكواليس كانت في الغرف المغلقه تمام، ما ينفعش تخرج بره يعني. فقال لي هو مش هينفع ابيع غير للزمالك. قلت له انا مش رايح غير الاهلي، وانقطعت عن التدريبات شهر متواصل. فاخويا طبعا كان موجود في نادي الزمالك واتحبس حوالي 9 ساعات هناك، مش عايزين يطلعوه بجد. اتحبس والله اتحبس. بيحاول في محاوله لاقناعه يعني ان انا اجي. ان انت تروح. عايزين ان انا اكون موجود جوه النادي. فانا قلت له مستحيل اروح. واخويا طبعا كلمني قال لي اوعى
اختفي لغايه ما هتيجي تليفون هشوف هتروح فين. بس انت مش في بالك ان انت يعني مش يعني كنت تقريبا واخد القرار انه لو حصل هيحصل في النادي الاهلي. ده كان قرار يعني احنا لو موافقين على نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك نادي محترم، نادي كبير وعريق طبعا. اكيد كنت هكون متواجد جوه النادي، انما انا اصلا ما روحتش. ده اكبر دليل على كلامي يعني. انا لو الموضوع خلصان بالنسبه لي انا هروح الزمالك. كان زماني موجود هناك وخلصت الموضوع خلص تمام. وبعدين تمام. فخلاص المهندس الحاج محمد عبد الوهاب، الحاج استاذ محمد يوسف، المهندس عبد القيعي، كل الناس دي بصراحه كان عملوا مجهود جبار. طبعا الكابتن محمود الخطيب يعني طبعا كان التليفون الاولاني منه مخلص كل حاجه. هو بس قالوه بس الاولانيه صدر اسمها ايه، جمله كده جميله بتتقال، بيطفو عليك على صدرك الاريحيه في بيديك اريحيه قوي في المكالمه الاولانيه يعني. فاول بصراحه ما كلمني انا خدت قرار يعني، قلت خلاص يعني كابتن محمود طالما كلمني يبقى الموضوع عارف انت لما طمنك قوي. طمنت في طمانينه كده. في ناحيه تانية تحس ان لا في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه، تحس في قلق. فطبعا الحمد لله خدت قرار، رحت عند الاستاذ محمد الحاج محمد ابو وهاب المكتب بتاعه، وكان معانا المهندس عبد القي والاستاذ محمد يوسف طبعا، وقعدنا والله العظيم قعدت 10 دقايق. طبعا اخويا كان جانا الكلام ده كان بالليل خلاص، كنا داخلين على الفجر. بالليل ده يعني فضل في نادي الزمالك 9 ساعات وبعدين 9 الصبح. من 9 الصبح رجع لك لما انا رحت هناك قاعد لهم لغايه ما هم بقى متحركوا وكده وجم على يعني دوبك صلينا الفجر تقريبا، وكنا مضينا في 10 دقايق بالظبط، الموضوع خلصان في 10 دقايق. طبعا اثناء ما احنا خلاص شريف، في بقى لقطه طريفه كمان حصلت ساعتها. كان في جمهور نادي الزمالك كان بيلعب ماتش ودي في الترسانه في الوقت ده، فالمفروض مجلس الاداره كان هيحتفل بيا بالصفقه دي وهي ايه هيحتفلوا مع الجماهير. اضحك بس انا مستني. فتقال لي ان انت موجود دلوقتي، انا موجود في استاد الترسانه بلف على التراك. قال لك انت على فكره اول مره اقول المعلومه دي. يعني قال لك انت تاني انا موجود انت موجود في نادي موجود في الترسانه بتلف على قلت لهم ماشي انا بلف اهو انا موجود. فهم بيحتفلوا فعلا بيا وانا اصلا مش موجود. فهنا دي ضامنين مليون في الميه يعني. هو خلاص مجلس الاداره ساعتها طبعا كان في مأزق كبير. طبعا يعني انت مش فاهم حصل فيه. كان الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف، انا بحترمه جدا وبقدره، كان طالع طبعا كل شويه في الاعلام شريف عبد الفضيل موجود زمالك. خلاص زمالك. وكابتن حازم امام وكل الناس طلعت تقول ده خلاص موجود. رد فعل بقى النادي الزمالك معاك لما خلاص بقى عرفوا وتاكدوا انك مضيت وخلاص الصفقه دي خلصت، ايه بقى كان رد الفعل؟ هل كان في كلام في رايح جاي ولا بالظبط؟ انا ليا دكتور وليد دسوقي ده صاحبي صديق ليا، فقدروا يوصلوا له. ده اللي كان الوحيد اللي انا بثق فيه وقدروا يوصلوا له يعني. فقالوا تعالى دلوقتي ارجع وهتاخد اللي انت عايزه. الفلوس جاهزه كاش، وانت عارف طبعا في الوقت ده كل حاجه بتبقى حاضره طبيعي في نقطه المفاضلات في الوقت الحاسم. طبعا بتيجي اللحظه الاخيره بصي كل حاجه بتتفتح يعني. لو عايز اي حاجه هتطلع لك يعني. ما كانش موضوع بعديها 5 مليون، كان بعديها ممكن يزيد. لا ده 5 مليون يعني. كان للنادي لا 5 مليون. لا 5 مليون دي مباشره للنادي الاسماعيلي مش ليا. خلاص النادي الاهلي طبعا الحمد لله كان العرض اكبر احسن يعني. انا برضو بصيت للنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي ماديا هيبقى ليه فلوس اعلى وفلوس كاش، وكمان احمد صديق راح اعاره كمان. اعاره بلس كمان يعني احمد لعيب كمان. يبقى انت ايه بقى وجه المقارنه؟ طبعا راح جاي الزمالك دخل كان عايز يزود الفلوس كلها تاني، عايز يزود على الخمسة مليون، وعايز يعمل اي حاجه وهيزود لنا فلوسي كمان وكاش دلوقتي حاطه موسمين كاش على طول. انت عارف طبعا وبقيت في النادي الاهلي. طبعا ودخلت النادي الاهلي، واول يوم بقى انا عارفه انت كنت مع اسماء كبيره جدا طبعا. الجيل الذهبي ده فعلا يعني اسماء فعلا مش هتتكرر. طب سوري لمقاطعتك بس قولي. في حاجه كمان. انا في اليوم ده كابتن كان صابح تاني يوم الانتخابات في النادي الاهلي. فانت عارف اول ما دخلت النادي كان في صخب كبير جدا، اول ما شافوني شالوني على الاكتاف في الجزيره. طبعا في الجزيره. فدخلوني جوه، عايزين يدخلوني عند صناديق الانتخابات، فكابتن محمود خطيب شافني راح جاي مزعق قال لي خدوه على الاوضه، مش احنا اللي بنعمل الحاجات دي اصلا. لا عمري ما انساها.
مش ده النادي الاهلي انه مش ده النادي الاهلي اللي يعمل كده يعني مش ده النادي الاهلي اللي يعمل اللقطه صفقة دي جايب صفقه فاعمل بيها وضع انتخابي يعني بالظبط ايوه دي اللقطه دي ده مش شغل دعايه يعني ده مش ده النادي الاهلي وانت طبعا اللقطه دي بالنسبه لك كمان اديتك دي علمت معايا جامد جدا والناس كلها اتخطفت الاعضاء اتخطفت لا انت انت شوف حسيت انك انا اتخطفت حته ثانيه يعني لا ايه ده قلت النادي ايه ده عايز اقول ايه الجمال ده الحلاوه دي انت فرحان بنفسك طبعا وبطولات البطولات دلوقتي الحمد لله وانت كابتن هاني عارف طبعا لعيبه كتيره جدا مشيت من النادي حقوقها بتجيلها لغايه عندها لعيبه كتيره جدا والله العظيم مدلك مدرب اداري فني اي عامل بيمشي او موجود بياخد حقه في النادي الاهلي بياخد حقه كمان يا شريف بيروح بيكون بيشتغل في نادي تاني ده حقيقي وبيوصل له حد من النادي الاهلي اصل انت خدت من سنه ونص كنت واخد معانا بطوله بالظبط وبيوصل له الفلوس بتاعته الفلوس وصلت له بعديها بسنتين يعني دخلت طبعا انت طبعا بتفتكر ادق التفاصيل لان دايما كل واحد كده يتقال لك ايه كل واحد عنده بطولاته الصغرى دايما طبعا. انا احب اقول انا رحت القناه الفلانيه وعملت كذا ومين قابلني ومين قال لي ومين فاهم ومين حب فيا ومين كده انت بقى دخلت لقيت الاسماء دي ابو تريكا بركات مين تاني فكرني لا ده جبت ده وائل جمعه بركات وائل جمعه سيد مهر وائل جمعه طبعا سيد موجود كل الجيل ده كان موجود وعاشور لا اكرامي جه بعديه وجده جه بعد يعني كان في مجموعه كبيره جدا محمد متعب دخلت لقيت مين اللي استقبلك مين اللي اتكلم معاك ما هو انا برضو كنت مع في المنتخب على طول متواجد من وانا في الاسماعيلي ما كان معايا نفس المجموعه منتخب الاول ومنتخب العسكري مش غربه عليك مش غربه عني اصلا يعني الحمد لله عارفين كان كابتن عماد نحاس ساعتها كان لسه في منصب كان داخل زي منصب مدير كوره ومعاه كابتن حاج كابتن هادي خشبان فانا مش غريب عنهم انما انا دخلت اوضه اللبس انا اتخضيت في رهبه بالنسبه لي اكيد طبعا داخل النادي الاهلي عكس خالص ما بتقابلهم اكيد في المنتخب النادي الاهلي حاجه ثانيه يعني بعيدا عن دول زمايلي اللي انا شايفهم هناك انا خلاص دول زمايلي اللي انا هبقى معاهم موضوع مختلف تماما دول زمايلي اللي كنت بنافسهم لا ده زمايلي اللي انا هبقى زميلهم في الملعب معاهم موضوع مختلف تماما فطبعا احنا بنتكلم في الناس دي انا دايما يمكن كانوا محققين بطولات قويه جدا بالذات في 2006 الانجاز الغير مسبوق اللي عملوه انتصارات متتاليه لضرب ارقام قياسيه ما حصلتش قبل كده فبص الاقي نفسي بقيت وسطهم ده بالنسبه لي كانت يعني حاجه كبيره جدا والحمد لله انا لما دخلت سجمت بسرعه جدا وسط المجموعه والناس دي انا قريب ليهم جدا ولغايه دلوقتي احنا كلنا اصدقاء يعني الحمد لله وسطرت بقى التاريخ بتاعي معاهم وعشت وسطهم يمكن برضو فيها كابتن هاني احنا يمكن الحمد لله الجيل ده حققنا بطولات في اصعب ظروف وفي اصعب ظروف وفي أسوأ كوارث احنا اصعب حاجه يعني انت حاسس وانت بتحكي كده بتفتكر ايه اصعب حاجه انت بتتكلم بطولات صعبه جدا في اوقات كانت صعبه جدا ايه البطوله اللي انت حاسس شريف ان انت فعلا دي كانت بطوله صعبه قوي والجزء الثاني من السؤال ان انت قلت خلاص انا عايز اجدد طموحي في حته تانية وانت كنت حاطط هدف النادي الاهلي قدامك هل فعلا كل طموحك اتحقق في النادي الاهلي وكان نفسك كمان حاجه كنت تحلم بيها وما اتحققتش لا طبعا اكيد انا دايما البني ادم اللي بيقف عند طموح ده ما يبقاش طموح لازم تبقى طموحك اكبر يعني ما لهاش حدود انا دايما كانت طموحي كبيره جدا انا بس يعني في طبعا بيبقى في ثغرات في حياه طبيعي. يعني في حياتنا انا كان نفسي اكمل بالذات في منتخب مصر يعني ما خدتش فرصه كبيره في المنتخب ودي النقطه دي كانت مزعلاني يمكن انا قسو يعني كان في شويه قسوه مني شويه يمكن على الكابتن حسن شحاته والجهاز الفني في فترات انا بعتذر لهم طبعا وبحترمهم جدا لو تجاوزت الحد في ان انا اتكلمت عن حد فيهم بشكل غير لائق طب كان ليك تصريحات اعلاميه يعني ضدهم او هاجمتهم في التوقيت مش هاجمتهم يعني اتكلمت بقسوه شويه كان زعلان انت عارف كابتن هاني لما واحد طبعا بيبقى فيه وقت بتحس ان انا فعلا كنت نفسي اكون موجود لان كان من حقي في الفتره دي من وجهه نظري ان انا ابقى اساسي في منتخب مصر يعني لان انا الحمد لله كنت لعيب اساسي في النادي الاهلي كنت حاسس انك كنت توب فورم يعني انت بتحس توب فورم جدا وفيها كابتن هاني كمان انا لو تفتكر ماتش النايجر في النايجر ماتش النايجر تصفيات افريقيا اتغلبنا 1-0 هناك تقريبا 1-0 بالظبط المباراه دي اول مباراه ليا رسميه حظك كمان يا ساتر مش حظي ما انا اخد النايجر في النايجر ليه لا بس الحمد لله بتلعب في اي حته ما انت لعيب كبير ما انت منتخب مصر بس هي ظروف الماتش ما بتتكررش الحمد لله انا طالع احسن لعيب في الماتش
بماتش كان وانا من ساعتها ما لعبتش تاني والله ماشي لعبت مثلا زامبي في زامبيا تصفيات كاس العالم انزل شويه الجزائر الاحداث بتاع الجزائر كلها انا ثلاث ماتشات موجود فيهم بس ما شاركتش موجود تصفيات ثانيه موجود كل ده موجود كانت وجهه نظرهم ايه يا كابتن شريف لا لا بص يا المدير الفني بص ما انا عشان في موضع المدير الفني كابتن هاني يحس بيا انت تقول لي بقى ايه دلوقتي ايه وجهه نظرهم بتبقى رؤيه فنيه وبعدين بحتة. بعد ما انت بقيت مدير فني اكيد برضو وجهه نظرك دي اختلفت يعني مختلفه 300 دايما لعيب الكوره بيفكر في نفسه بس ده حقيقي المدير الفني بيفكر في التيم كله مش اللعيب دلوقتي بس. بتقول ايه انه عدم مشاركتك في الماتشات دي كان هم عندهم حق بسبب ايه لا انا برضو كنت لغايه دلوقتي انا بقول دي هو وجهه نظر فنيه لي هو خلاص بس انا كنت ممكن احق في الوقت ده اخد فرصه هي بتبقى وجهات نظر من حته بالزبط. هو شريف يحس بيها اكتر كمان ان هو في وقت انا بحس كلاعب لا ده انا هو مش ان انا احسن من اللي بيلعب لا انا حاسس ان انا دلوقتي اقدر ادي يعني الدور دوت دلوقتي دوري يعني ممكن الماتش اللي جاي ما بقاش دوري فدلوقتي بالزبط. فماتش ورا ماتش بيعدي انت بتحس ان انا لا يعني عايز اخش بالظبط ولو كده. دخلت ما حدش هيطلعني الاحساس بيبقى هو كده هو ده ما هو في وقت يا كابتن انت عارف طبعا في حاجات في الكوره كواليس كده هو لو خد دلوقتي مش هيطلع تاني فاديله في حاجه تانية انت كنت يعني انت كنت عامل ان برضو في شويه حسابات معينه غير حسابات الفنيه يعني ده طبيعي انت كنت ده طبيعي في الكوره وده اتعودنا عليه كتير واتحطينا في مواقف اكتر من كده كتير حتى مع الفرقه بتاعتنا حتى مع الفرقه اللي بنلعب بنشارك فيها مش المنتخبات بس بنتحط في ظروف في ضغط كبير جدا في مدرب بيلعب على عقليه لعيب المنتاليتي يعني مستر مانويل جوزيه استاذ في القصه دي طبعا. بيلعب على عقليه اللعيب وعلى شخصيه اللعيب المقام الاول لان انا لما اجي دلوقتي كابتن بما اني دخلت في مجال التدريب فانا بدرس كل شخصيات المدربين من جوزيه مورينيو لجوارديولا لزيدان لمانويل جوزيه معايا التجارب الخاصه انا مستر بوكير الالماني اللي اشتغل معايا ده الراجل ده انا بعشق فكره انت بتقعد تذاكر لهم يا شريف طبعا شخصيه المدرب ده لازم ما انا في لعيب معلش يعني الشخصيه البرتغاليه بالذات يا كابتن هاني المدربين البرتغاليين لو تلاحظ بيلعب على عقليه اللعيب على شخصيته يعني جوزيه مورينيو عمل مره كان ماسك تشيلسي فالهاف ديفندر بتاعهم كان اسمه ميكيل جون اوبي ميكيل النيجيري بالظبط كده دوت اللعيب ده في مره وهو بيلعب جوزيه حس ان هو مش تمام راح جاي ماسك ورقه مطبقها وحاططها واداها للعيب بيلعب في الجيم قال له اداها له وقال له اداها له الورقه خلاص اللعيب ده ما فيش دقيقتين اللعيب طلع اقصى باور عنده في الملعب 200% اوكي خلاص الماتش خلص تشيلسي كسب بعد الجيم قالوا له ايه الورقه اللي انت اديتها له قال لهم انا قلت له لو احنا كسبنا النهارده هديك انت بالذات يومين اجازه ايوه ما انا عايز اخرج الطاقه المكبوته جواكي عايز اشيل الاسترس العصبي اللي عليك انا اخليك مميز انا هخليك انت مميز بالظبط انا هتعامل معاك بميزه واللعيبه الثانيه تحس ان انت بقيت مميز فانا انا مميز طب انا بقى هثبت له ان انا مميز بتعمل كده مع 2005 لا بص بتعمل كده لا العقليه دي الاولاد لسه صغيرين اسلوب معين لا بس انت برضو مميز يعني انا لسه هندخل في قطاع الناشئين و2005 انت بتعمل عمايل يعني لا بس أنا انت لا فعلا هو انا ليا فكر ان شاء الله باذن الله يعني حاجات انت بدات تعمل كده بدات تطبق الفكر ده اللي انت جاي عليه بدات وفي كابتن هاني لما كان معانا في مساعد مدير قطاع الناشئين من سنتين مع كابتن فتحي مبروك كان جاي حاطط خطه وبلان معانا وحاطط رسم للقطاع وشايف رؤيه فانا كنت بقول له يا كابتن هاني انا بادئها من تحت قوي انا عايز اطلع سنه فوق صح قال لي لا ابدا من تحت هتتعلم فمن هنا بنتعلم هي قصه فعلا شريف دايما ودايما خلي بالك برضو النظره دي والثقافه دي مختلفه شويه عن بره يا شريف هنا اللعيب بيحس ان انا لا انا لعيب دولي لعبت ماتشات كتير بالظبط فمن حقي ان انا امسك حاجة على الاقل فرقه 18 او 19 سنه بره الموضوع مختلف خالص زين الدين زيدان قبل ما يمسك كان ماسك فريق الشباب بتاع ريال مدريد زين الدين زيدان فهناك هم عندهم الثقافه دي افضل شويه وانا قلت للشيف لا امسك تحت صح خليك تحت شويه عشان كل ما بتتعلم
انت بتزيد بتفرق بتفرق شخصيه اللعيب بتضيف لخبراته. عايز اقول لك انت مش فاهم بجد السنتين دول فرقوا معايا ازاي. طبعا طبعا غيروا شخصيتي تماما والله بجد. والسنه دي لما يمكن الحمد لله انا مترشح من السنه اللي فاتت ان انا ابقى مدير فني على طول، وكنت يعني انا كنت طبعا طبعا امسك فرقه اكبر، بس هي في المراحل السنه دي كلهم شبه بعض يعني. انما بجد في السنتين دول اتعلمت كتير جدا. اتعلمت وهتتعلم كمان السنه دي اكتر، ويعني انت بالزبط. هتحس ان انت بتطور نفسك، وكويس انك بتقرا وبتدرس طبعا. كمان انت قلت لي انك بتقرا الشخصيات وده مهم طبعا. جدا ما قلتليش الفنيات موجوده كتير لكن تلاقي افضل، انت بتقرا الشخصيات عشان تشوف انهي افضل شخصيه قريبه من شخصيتك انت، لان مش هتمحي شخصيتك اكيد طبعا. فانت هتحاول بقدر الامكان انك تاخد نفس الطريقه ونفس الاسلوب في التعامل يعني. اكيد طبعا. يمكن حته التدريب دي مختلفه تماما. انت شق التدريب ده انا بتعامل دلوقتي مع مين؟ مراحل سنيه، سن 16 سنه ده بجيب كتب واقعد اقراها. برافو عليك. السن ده هتعامل معاه ازاي؟ خلاص. وبعدين الثقافه، طيب في ولد مثقف، في ولد سوري مش متعلم، وفي ولد عادي وفي ولد موهوب. بالظبط كده. والموهوب ده افتكر انه بيحتاج لمعامله خاصه. ده هنيجي ليه، لان انت حكايتك حكايه مع قطاع الناشئين مع 2005، وبعدين انت داخل انت عشان فردي كمان، فانت داخل خلاص اولمبيات مش كده؟ السنه الجايه يعني انت السنه الجايه ان شاء الله في 21 باذن الله. ف يعني عليك امال كبيره. المهم وبيجيب عصير بقى ولبس للعيبة. لا ده في كلام طبيعي كبير قوي. يعني الحاجات الموتيفيشن ولازم نقرب من انا عايزه بس قبل ما نتكلم عن قطاع الناشئين لانه في كلام كتير فيه، نتكلم برضو عن علاقتك بمانويل جوزيه وانت اللي فتحت السيره. الماتشات بقى اللي كنت بتقابل فيها الاهلي والزمالك بقى بالذات اكيد كان في اهداف اولا مؤثره، وعلاقتك بجوزيه اكيد برضو يعني اكيد دي مرحله في حياتك لا يمكن برضو ان انت تنساها. اصل جوزيه ده مش سهل يتنسي لما طبعًا. تشتغل معاه بيبقى الراجل ده عنده شخصيه قويه جدا. خلاص وانت بتتعاملي مع مدير فني عارف ان هو ممكن في اي وقت يقول لك بره النادي هتبقى بره النادي، فدي انت عارفه مكلبشه من اكبر لعيب لاصغر لعيب. ده حقيقي. انت محطوط تحت ستريس طول الوقت، مضغوط حتى في التمرين مش عارف تعمل ايه. انا اتخانقت معاه بالمناسبه حوالي 3 مرات أو 4 مرات. مره منهم في جنوب افريقيا، مش فاكر كنا بنلعب فرقه في افريقيا كده في جنوب افريقيا تمرين التراي ماتش خفيف تراي ماتش. ف انا حسيت ان انا بره بره ال 11 احتياطي. احنا كنا الفرقتين اللي بيلعبوا واللي بره كنا بنروح منتخب مصر بالمناسبه يعني مش بهزر. كله زي بعض احنا يعني الفول تيم بالاحتياطي بتاعه باللي قاعدين في البيت والله العظيم في المنتخب ما شاء الله. انت متخيله؟ في فتره كانوا بيقولوا منتخب هو النادي الاهلي يعني. احنا كان عندك كان ابو تريكه ومدحب وبركات وسيد معوض وجد قعد في البيت ماشي وعاشور قعد في البيت خلاص يعني اللي كان بيخش ال 18 ده بيبقى بطل كان بطل خلاص لا كان كان كانت معركه يعني. فالمهم ان حصل ان انا حسيت ان انا بره ال 18 كنا انا واحمد فتحي غالبا كنا هنطلع بره يعني. فعارف انت الدب دب دي في التمرين بقيت زي الطور اللي هيك في الملعب ماشي عمال اجري على اي حد وتاكلينج جري ورايا ده جري ورايا في الملعب انا شايف تروح يا كوتش رحت جاي متنشن بقى ورافع حواجبي ماشي وعمال انفخ قال لي انت ايوه كريزي يو كريزي بلاير قلت له وات دو يو وانت انت كمان عيان يعني بلاي قلت له عايز العب خلاص. المهم بعدها كرة بعدها كان مش عارف معتز زينو بيعمل حاجه رحت جاي ايه داخل فيه شايله الطياره قال لي اطلع بره طبعا شاوت قعد بقى يشتم وبتاع قال لي اطلع بره قلت له بره بره وقعدت اشوح بايدي هناك في رحت جاي رايح بقى نافخ صدري عليه وداخل مواجهه اطلع بره طبعا جريت قعدت بره قعدت اعمل ثلج ابو تريكه جري عليا قال لي قوم بسرعه صالحه احسن لو قعدت دقيقه كمان لو اتاخرت دقيقه ما هو لو اتاخرت دقيقه قال لي اجري ما تقعدش تعمل اجري تعالى راح جاي واخدني انا معايا صور للواقعه دي بالظبط والله للقطه دي لقطه بص وانا ماسك اينه وماسكه كده وهو واقع على الارض ما بقومه بعد ما انا ضربته بقومه قوم اخلص وبعدها احداث جوزيه وكابتن سامح حفيظ وبتريكه هو ماسكني كده واحنا واقفين انا وهو وجوزيه خلاص ده انت بعد القعده ورايح واحد قاعد لنا بيصورنا
فالمهم خلاص بصراحه بس رحت بسرعه فهمت رساله ابو تريكا ورحت بقت يعني في وشه راح جاي يخلص الكلام وبتاع وتاسفت له وبعدها قال لي تعالى بقى على جنب جه واخدني قال لي بص انا مش هلعبك معايا سردباك خالص. قلت له ليه؟ قال لي اصل انت مش طويل شويه. عارف بقى؟ قلت له انا مش طويل، قلت له هات اطول واحد عندك وخليه ينط جامب معايا. قال لي لا انا هلعبك بكرايت، انت معايا بكرايت بس. قلت له ماشي يا كوتش انا هلعب اي حاجه انت عايزها. بدأني تاني يوم بكرايت. بدأت بكرايت. بس هي اللحظه اللي بتتكلم عليها برضه يا شريف ديت برضه عشان الناس ما تفهمش غلط. لا هي لا. بيبقى انا بس عشان انا بتكلم عشان برضه الناس ما تاخدهاش في حته تانية. لا في لحظه من اللحظات غيرتي ان انا عايز العب وحماسي ان انا عايز اكون موجود من ضمن على فكره ده بتبقى ساعات ميزه بس لما بتزيد شويه بيبقى لازم يبقى فيها موقف معين من المدير الفني واكيد عدت على كل اللعيبه يعني الاحساس ده طبيعي إن طبعا انا هجيلكم بقى في القصه دي ده طبيعي في اطار ان انت متحمس انك عايز تلعب الماتش يعني لعيبه الكوره دايما الاحداث دي كلها بتحصل مناوشات في اوض اللبس وفي الغرف المغلقه وفي تكسير وفي ضرب وعندنا سير اليكس لما ضرب بيكهام سوري يعني بالشوز وده بيكهام وده سير أليكس ومانشستر يونايتد الأوض المغلقة في كرة القدم فيها كل شيء اللي تتخيليه قولي ما تتخيليه ده طبيعي جدا فاللي بقوله لك ده حدث لا هيحصل اللي جاي بقى خش بدأت الماتش غيرني في الدقيقة 43 انت باكي مين الشوط الأولاني يعني. ده ما استناش بين الشوطين حد خلي بالك الدقيقة 43 بقى فاهم اقعد غيرني خلاص هو خد هو عايز دي لو كنا بس كنا وحشين يعني في الجيم وانا انا وجودي في الملعب ما كانش مظبوط كان لازم يعمل التغييره دي عشان يظبط الجيم وظبط الجيم اول ما انا خرجت يعني هو لعب على الحته ان هو طب انت عايز طب خد بقى واقعد ما تفتحش بقى كتير يعني هو برضو اشتغل بس فيها حاجتين لو انا نجحت يبقى اوكي يبقى كسب لعيب في بوزيشن جديد تمام وانت ضامنه تمام وكويس مفيش مشكله لا خلاص تعالى يبقى انا اديتك في حالتين في الدرس وخدت درس وفي نفس الوقت انا عدلت الجيم بتاعي تمام دي شخصيه مدرب ودي رؤيه مدرب وده بيعرف انت اتعلمت منه حاجه النهارده بتحاول ان انت تضيفها للولاد دول في 2005 وده هنتكلم فيه بالتفصيل بس بعد الفاصل البيت الكبير رجعنا مع حضراتكم الكابتن شريف عبد الفضيل كنا واقفين فين يا شريف عند حاجات كتير قوي كنا بنتكلم قبل الفصل عن جوزيه وعلاقتك بيه في الفتره دي والعلاقه بيها وانت كمان استفدت اكيد استفدت دلوقتي من انت بتقول لي كمان الشخصيه بتفرق جدا وجوزيه كمان انا عارف ان هو بلغه الكوره كده صايع كوره وبيعرف يتعامل مع اللعيبه كلها بشكل بالزبط. وبيحط اللعيب تحت ضغط ايجابي لان في ناس بتبقى على طول تحت ضغط ايجابي ان كل عايز يلعب والكل محتاج انه يكون في الصوره ويثبت له ان انا الافضل بالزبط. فده جزئيه خلينا نتكلم على الجزئيه القريبه شويه موضوع اعتزالك انت صغير لسه شوي يعني انت اعتزلت صغير مش انا مش يعني انا يعتبر اعتزلت 33 تقريبا يعني دلوقتي يعتبر صغير يعني كان ممكن يعني ممكن انا كمان كان متنبئ لك يا كابتن ان انا يعني اكمل كتير يعني لان انت عارف انا كنت بحافظ على نفسي كويس وبتمرن كتير لا ولغايه دلوقتي ما شاء الله يعني الحمد لله بتمرن على طول بالظبط كده هي بس حصلت حته الاصابات دي برضو انا في ولاد كتير جدا لان انا خدت فتره كان معروف عن شريف فضيل ان هو بتاع جيم وبتاع حديد وده غلط ده حقيقي يعني التجربه دي انا خدتها عن نفسي لعيب الكوره لما اجي اخش الجيم لازم يبقى معايا كوتشنج ترينر معايا يبقى فاهم الشغل اللي عليا ايه ولازم يبقى في عمليه ربط بين الشغل اللي باخده في الملعب والشغل اللي اعمله في الجيم ودلوقتي المدرسه الحديثه في كره القدم ما فيش حاجه اسمها حديد في حاجه اسمها حاجات دايناميك حاجات كلها استابيليتي حاجات كلها بالاساتيك شغل كله بالويت بتاع الجسم كله شغل بوزن جسمك مش تحميل يعني ما تحملش على جسمك ما ينفعش خاصه كره القدم لعيب كره القدم كره القدم يا كابتن فيها كل حاجه انت بتعمل بتستخدم عضلات جسمك كلها وبعدين اللود الاكبر على عضلات الرجل فانت اوريدي بتستخدم قوه عظمى على قوه لان انت بتعمل لود قوي في الملعب فما ينفعش تيجي تحمل عليه طيب في المقابل بقى النواحي الغذاء بتتغذى كويس ولا لا اللي عندك دلوقتي الريكفري بتاعك عامل ازاي البيئه والمناخ اللي انت عايش فيه عامل ازاي بتنام بدري ولا بتنامش بدري عامل ازاي كل العوامل دي لايف ستايل انت بقى كنت بتعمل ايه انت بقى
يعني ان انا مشكلتي بس كان كانت الحديد. هو كان بيخرج من التمرين وده كله كده. لا هو بيخرج من التمرين يبقى عم محمد اوريدي جسمه محمد، فطبيعته ان هو بعد التمرين بيروح الجيم فده بيجيب له اصابات اكتر. ده انا اروح الجيم قبل التمرين وبعد التمرين واخلص اجي بالليل ايه ده انا قاعد، لا اكل واروح تمرين جيم تاني. هي دي مشكله، ده اللي كان بيعمل الكتر الحديد العضله لما التخمه العضليه بتكبر بتعمل خنق للعضله، الاكسجين ما بتحركش بشكل طبيعي في الجسم، مع اللود والضغط العصبي والستريس العصبي اللي بيبقى في الملعب مع الاحمال العضله ما بقتش مرنه، ما بقتش تستحمل حاجه اسمها تحمل عام، ما بتستحملش اي تحمل خالص في الملعب، فبقت ايه كل شويه تحس بشد في عضله، تحس بشد في عضله. هو ده اللي خلاك تلعب 8 مباريات بس مع المنتخب بالزبط. غير سوء الحظ يعني لا المنتخب، ان انت جيت على نفسك يعني. خلينا في المنتخب، في المنتخب انا بقول لك توب. لا 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 انت انت ما لعبتش غير 8 مباريات تقريبا بس مع المنتخب بالزبط. ويقال يعني بيتقال الله اعلم انت تصحح لي دلوقتي انه في شيخ هو اللي كان بيقول ان انت يعني ما تنضمش للمنتخب صح؟ كان في حد بيقول كده؟ ما انا لسه بقول للكابتن حسن مش عايز اقول حاجه. مش عايز ايه؟ لا هتقول بقى ايه رايك؟ لا الموضوع لا الموضوع هيقول. لا خالص لا انت لا قول لي بس لا لا انت في تقريبا في مره في احد الاحاديث صح ليك لا اقدر هقول في التلفزيون. انت بتبص لي ليه؟ انت قلت كده، قلت ان في شيخ هو اللي نصح لا عدم انضمامك. ده فكره، ده فكره. انت هقول لك حاضر قلنا. بص هو الموضوع كله والملخص يعني اعوذ بالله مش الشيطان الرجيم ربنا اصرفهم عني انا يا رب. كان في فتره يمكن انا قلت في بعض الاحاديث او كده بعض البرامج الرياضيه ان في المنتخب في ناس بتستعين بدجالين او شيوخ يعني وبيؤمنوا بفلان وعلان وحاجات من دي يعني. مش قادر انكر هو ده كان بيحصل. يعني في بص هقول لك حاجه، انا هي دي بتبقى راجعه للشخص نفسه. هي عمليه حاجات شخصيه على فكره، تفاؤل وتشاؤم خلي بالك بالظبط. هي عمليه هي حاله نفسيه، حاله نفسيه وتبقى المدرب بيحس نفسيا ان ممكن جدا لو جبت مثلا حد جه قرا قران للولاد او يقول لا او يعمل او فلان ده لعب ده يبقى هو ده اللي هيلعب على طول. بالظبط. فما قصدي هي حاله نفسيه وراحه خلاص. انا يعني احنا كان في مجموعه كده دول لا خلاص نفسيا اصلا. خلي بالك في مدربين كده يعني في لعيب الكوره مثلا في شوز سوري يعني شوز فوتبول كره قدم ما يقدرش يغيره، لو اتقطع يروح يخيطه تاني. ومنهم محمد النني ده حقيقي. عمل محمد ده مثال لو شوز خيطها 50 مره راح بازل السويسري بيخيطها بس عشان بيتفائل بيها. فهي الموضوع في الحته دي بيتفائل وتشائم وبيؤمن بحاجات صغيره كده وحاجات بسيطه يعني بس يعني. طب واعتزالك بقى؟ ما هو اعتزالي انا جيت انا فنشت حياتي طبعا في الاسماعيلي لما رجعت تاني بعد انا بعد ما مشيت من الاهلي على طول. انا قعدت 6 شهور ما لعبتش لان طبعا كنت في فتره الاهلي. هي الفتره بقى اللي بتتكلم فيها اللي هي الاصابات كتير وشد ومزق شويه بس وشد. انا طبعا كنت جددت 3 سنين في الاهلي وتم فسخ العقد بعد كده انا ومحمد ناجي جده. فالفتره دي بقى كان خلاص القيد قفل في الانديه، فكان صعب جدا اروح في نوادي كانت متاحه حاجات بسيطه قوي. فكان صعب قوي بالنسبه لي. كان الكابتن ايمن شوقي كان موجود في امريكا ساعتها. فقلت له انا بالمره هجي لك اعمل شيك كامل على جسمي واشوف انا فيه ايه، ما انا مش عارف فيه ايه. بالظبط. فرحت هو قاعد في فيرجينيا هناك، رحت له وخدني وداني لدكتور كبير جدا هناك وعملنا كونسلت كامل. يمكن هو كان قال لي ما تفكش اي حاجه انت زي الفل وبتاع انت تخش في الحيطه وحاجات كده يعني. فقلت له انا عندي اصابه مزمنه. قال لي مفيش حاجه اسمها كده. ايه اصابه مزمنه دي؟ في الطب الرياضي مفيش حاجه اسمها كده، في الطب عموما مفيش حاجه اسمها كده، كل حاجه وليها علاج. قال لي في حاجه اسمها تاهيل، تدرج. انا برضو كان في نقطه برضو يا كابتن انا مش عايز ارمي اللوم على نفسي كتير، انا كنت برمي ساعات على ناس وناس. الحته الطبيه دي حته التاهيل دي انا ما ينفعش ابقى لسه نازل وتلعب مره واحده. ما ينفعش ابقى لسه نازل والعب مره واحده، ده كان بيحصل معايا كتير برضو. مش الحديد لوحده هو استعجال ان لا لا طبعا يعني ممكن بيبقى محتاج فتره شويه انك تخش وتبقى تدرج لغايه ما توصل للماكسيمم بتاعك تاخد ربع ساعه في نص الشوط لغايه ما تقدر تخش تاني ترجع التوب فورم بتاعك اللي كنت متعود عليه يعني. هي دي بس كانت المشكله. طبعا سافرت امريكا وقعدت مع الكابتن ايمن قعدت شويه وبتاع وبعد كده رجعت كنت مستسلم تماما ان انا العب. بعد كده لقيت كابتن عماد نحاس بيكلمني كان ماسك اسوان قال لي شريف تعالى العب معايا اجهز 6 شهور التانيين دول ربنا يكرمك وتقف على رجلك وترجع ايه تقف على رجلك تاني تو خلاص ماشي هلعب كوره بقى انا مش هقدر العب مش هقدر ابعد مش قادر عايز العب فتو خلاص كابتن عماد انا جاي لك وبتاع وانا في الطياره رايح لقيت بتوع الاسماعيليه بيكلموني
اسماعيليه كان موقف هيبقى صعب قوي بالنسبه لي اصلا ارجع اسماعيليه تاني، دي صعبه قوي قوي بجد. ف لقيت كان الحاج محمود ابو السعود كان هو رئيس النادي ساعتها، راجل محترم جدا وبيحب النادي جدا وصرف على النادي كتير جدا بدون مقابل جدا والله العظيم. الراجل ده كان بيدفع كل حاجه من جيبه، وانت عارف النادي اسماعيلي ما فيهوش ورد، ما فيش اي موارد، موارد ضعيفه جدا. ففعلا الراجل كلمني وراجل محترم جدا، فرجعت يمكن الحمد لله في السنه دي انا لعبت حوالي 4-5 ماتشات، وصلنا قبل نهائي كاس مصر لما خسرنا من الزمالك وما لعبتش المباراه دي. يعني كسبنا المصري وقبلها اسوان وقبلها الاتحاد، وكان قبل النهائي قدام الزمالك قبل نهائي الزمالك قعدوا يتحايلوا عليا عشان تلعب بتاعك. اتخبطت قبليها، كان انكر رجلي كان حصل له خلاص من المشاركات دي حاجه ثانيه، انكر رجلي ورم وبتاع، علاج ما هم عارف طبعا. خسرنا 3 في المباراه دي، حصل انقلاب في اسماعيليه، فمشي نصر ابو الحسن، جه المهندس ابراهيم عثمان. فطبعا كان في مجموعه كده، عارف انت بقى تحس ان هم محسوبين على رئيس النادي اللي في حاجات كده، الحاجات حاجات اداريه بسيطه كده. طبعا ما كناش نحب نتكلم فيها، بس هي ايه، فوجئنا ان احنا مستبعدين تماما، حوالي مجموعه كبيره حوالي 12 لعيب او 13 لعيب، وانت منهم من التيم طبعا. دول محسوبين على مجلس الاداره اللي فات، يعني بمعنى صح بالظبط يا كابتن. ففي حاجات مش لطيفه خالص. لعيب الكوره عامل زي السمك، ما ينفعش يطلع بره الميه، ده حقيقي. فبنلف طول التمرينات، يقول لك ممنوع تنزل التمرين، تلف حوالين الملعب، وانا ومحمد صبحي وبتاع لعيبه كبار كباتن فرقه، انا ومحمد صبحي وكباتن الفريق عمال نلف حوالين الملعب. فحصل بقى مشاكل وحاجات كده، فقلت لهم لا لا حلو، قررت انك تمشي خلاص كده. طيب خلاص. انت علاقتك برضو بجمهور النادي الاهلي علاقه يعني الحمد لله خاصه الحمد جدا لله طبعا. وفي حقيقه في ناس عايزه يعني توجه لك كلمه وتشوف علاقه يعني علاقتك بيهم وصلت لحد فين من خلال التقرير ده. شفع فاضل يعني رمز الدفاع، صخره في الدفاع، ما تخيلش على الكابتن وائل جمعه، ومتعنا كتير بلعبه ومش هيتعود تاني. احنا مش هننسى له الاداء بتاعه، اداء كان طيب طوال فتره لعبه، ومع الاداء الممتاز كان بيتميز بالاخلاق. وما نسالوش هدف في ماتش الزمالك، جون عالمي اللي هو شاطه ده، وطول عمره لعيب رجوله. عايز رفعه، دي عايز رفعه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، شوف عبد الفضيل يخرب عقلك يا راجل، ايه ده؟ ايه المدفع ده؟ ايه الصاروخ ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ تسديده ايه؟ منتهى القوه، منتهى العظمه، منتهى الاتقان. الراجل كان مستواه عالي في الاسماعيلي قبل ما يروح الاهلي، وهم راح الاهلي نمى مهاراته وقدراته اعلى واعلى. راجل محترم ولعب كويس والله، يعني ولعب في الاهلي طبعا وعمل مشوار حلو مع الاهلي والله. لعيب جامد جدا، ونفسي ان هو يمسك حاجه في النادي الاهلي، ان هو دوت كان افضل لاعب مع الجيل العظيم، جيل ابو تريكه ومحمد بركات وائل جمعه. وجوده ساعد كتير، وانا حبيت لعبه من الماتشات اللي شفتها له في الوقت الحالي. يعني كابتن شريف عبد الفضيل ده كان لعيب كويس جدا، كان مدافع صخره، لعبه حلوه بلفه داخل المنطقه. بقول لحضراتكم فرق الخبرات واول اهداف اللقاء براسيه شريف عبد الفضيل. لعيب عصر الجيل الذهبي زي ابو تريكه، زي وائل جمعه، زي سيد معوض، وكان من الركائز الاساسيه في النادي الاهلي. شريف عبد الفضيل فعلا لاعب بدرجه مقاتل، كان بيموت نفسه في الملعب وبياكل النجيله زي ما بيقول بالمثل البلدي. لاعب بدرجه مقاتل شريف، يعني طبعا من الحاجات الظريفه اللي اتقالت، وانت كنت فعلا كده، يعني دايما عندك روح عاليه جدا، ومن خلال كلامك معانا ان حتى في خلال التدريب بتقاتل عشان تبقى موجود، وده ده ده انا بحب اللعيبه اللي كده، يعني ما بحبش اللعيب اللي هو كسلان شويه، لا انت من نوعيه اللعيبه كده، وان شاء الله تبقى نوعيه مدرب من هذا النوع، ان دايما تحب البطولات، وانت عشت بطولات في النادي الاهلي. فايه رايك في النادي الاهلي اولا في الدوري ان شاء الله، يعني يكون محسوم، وكمان على الجانب الاخر الاهم مباراه الوداد المغرب. اكيد طبعا، يمكن الحمد لله النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي، انت بتتكلم مفنش البطوله، يمكن الناس عايزه تحسم اصلا، كانت عايزه مش عايزه الدوري يتلعب، عشان خلاص الاهلي كده كده هو حاسم اللقب يعني، فدي حاجه تحسب للاهلي. نادي الاهلي احنا بنلعب حتى الحمد لله، يمكن كنا في سنه احنا فرق 12 بونت عن الزمالك،
كان هو الزمالك كان في المركز الثاني كان هو المركز الاول واحنا مركز كنا فارق 12 نقطه فيمكن انا كنت بقابل الناس في الشارع بيقولوا لي الدوري خلاص راح منكم يا كابتن وبتاع قلت لهم يبقى انتم ما تعرفوش النادي الاهلي خلاص لان احنا كان دايما في الغرف المغلقه بيبقى في كواليس كتير يمكن الكابتن كان عارفها كان ايام الكابتن حسن حمدي وكابتن محمود خطيب لما كان بيجي يخش يتكلم معانا لما كان بيحصل اي مشاكل حاجات كده صغيره كان يخش يجي لنا مره او مرتين طول السنه هي مره ومرتين بيخش الاوضه معانا في الاجتماع الكبير انت ما تفكرش في حاجه خالص فكر كوره بس تاكل تشرب تنام كوره اي مشاكل تانيه بتاعتنا احنا هي دي بقى حته الاداره اللي بنتكلم فيها والحمد لله النادي الاهلي ماشي على الخطه دي بقاله كتير جدا وعشان كده النادي الاهلي غير عشان كده النادي الاهلي الناس كلها بتحاربه عشان كده النادي الاهلي الناس كلها نفسها بص عليه هو مش مركزه مع نفسهم يعني دايما انا رايي ان يعني بحب دايما ايه ما هو الناجح دايما الناس بص عليه ما انت لو مش ناجح انا هبص عليك ليه صح. انت مش لو مش رقم واحد انا هبص عليك ليه بس القصه الاغرب انك الناجح اللي بتبص له ممكن تشتغل تبقى ناجح زيه لكن انت بتعمل انك عايز تفشله عشان تبقى انتوا الاثنين فاشلين دي القصه الغريبه بالموضوع يعني هو دايما النادي الاهلي الحمد لله بيبقى سباق بكل شيء الحمد لله النادي الاهلي دلوقتي يمكن بطوله الدوري محسومه بشكل كبير جدا وانا نفسي ان شاء الله يكملوا على كده بنسب مكسب كبيره عشان تحقق سكور دي كله بيتكتب في التاريخ طبعا في موسم كذا كذا انا حققت عالي طبعا ده كله بيتكتب في التاريخ صحيح النقطه الثانيه طبعا الماتشات الافريقيه اللي جايه عندنا ماتش الوداد ده ماتش مهم جدا الكره المغربيه بالذات مميزه طبعا كابتن هاني انت عارف حته السرعه وحته المهاره وحته العقليه المنتاليتي عندهم عالي جدا طريقه التعامل مع اللعيبه في الملعب ازاي بيخرجوا من الجيم بالشكل اللي هم عايزينه بالذات لو رحت عندهم هناك هتلاقي صعوبه كبيره جدا بيعرف ازاي لو بيلعب على ملعبك يخرجك بره الجيم تمام انت بتتعامل مع لعيبه كان عندنا وليد ازارو ونسخه منهم ليه يعني عقليه مختلفه بيلعبوا بطريقه مختلفه كاركتر مختلف سوري عندهم عارف لعب الشوارع يا كابتن ده مش لفظ ما صيع في الكوره يعني صيع في الكوره لفظ مش وحش خلي بالك يعني في احنا عندنا في لغه الكوره اسمه صايع في الكوره اللي هو حريف قوي في الكوره طبعا فاهم قوي في الكوره زي اللعيبه البرازيليه كده البرازيلي الوحيد هو بيبقى كده في الصفه دي فالماتش ده هيبقى صعب جدا صعب جدا ماتش الذهاب هناك طبعا صعب جدا انا دايما الماتشات الكبيره دي ببقى محتاج قوي قوي ابقى مقفل بشكل كويس انا مش محتاج ان انا جازف مع فرقه زي دي هناك انا مقفل خطوطي بشكل كويس عن الثلاث خطوط بتوعي لازم يبقوا قريبين مع بعض مقرب مساحاتي اعمل كلوز ملعب كويس قوي ده هيفرق معايا كتير قوي كل ما بتضايق المساحات بس انا مش عايز اضغط نفسي انا برضه هتكلم مش عايز اتكلم قوي في الحته الفنيه لان بيبقى المدير الفني ادرى بالفرقه اللي بيلعبها شايف لها فيديوهات كتيره جدا مستر فايلر على اعلى مستوى مدرب على اعلى مستوى مع لعيبه على اعلى مستوى كل لعيب في النادي الاهلي هو لعيب اساسي حقيقة. طبعا كل لعيب موجود في النادي الاهلي هو لعيب اساسي النادي الاهلي طول عمره كده كل لعيب انا مش عايز اي لعيب موجود في الفرقه يفتكر ان في ذبذبه او الجمهور يبقى عندها شك في امكانيات اللعيبه بتاعتها لا احنا سبورت للعيبه للاخر اللعيبه اللي موجوده دي كده كده النادي الاهلي احنا بنبني جيل جديد بنبني فريق جديد النادي الاهلي بيطور منظومه زي قاعده الناشئين دلوقتي بتتطور ان شاء الله عشان تخدم الفريق انا عايز اتكلم بقى على الموضوع ده لان قدامنا خمس دقائق طيب يلا وان شاء الله ربنا يكرمنا في افريقيا والفوز ان شاء الله يكون للاهلي قطاع الناشئين بما انك بقى ذكرت نقطه انه الاهلي سباق في كل حاجه فقطاع الناشئين هو قطاع المستقبل والاهلي دايما نعودنا انه ما بيبصش تحت رجليه بيبص المسافات بعيده جدا وعايز اتكلم عن فكره انت عندك في 2005 ولاد موهوبه جدا طبعا. انا عارفه ان هم كلهم بيتفرجوا علينا دلوقتي انت اكيد لما بتيجي تتعامل مع اي ناشئ بالذات الموهوب بيكون اكيد ليه شخصيه تانية ليه طريقه تانية الفرق بين الموهوب ازاي بتعامله وازاي بتتعامل مع اي شخصيه تانية وانه في فرق ما بين الشخص الموهوب اللي ممكن ما يحسش بموهبته وفي فرق بين الشخص اللي عارف ان هو اقل موهبه شويه او مش مدرك لده بس عنده اصرار وافتكر اللي عنده اصرار هو اللي بينجح اكتر من اللي عنده موهبه لا ما انا دوري بقى ان انا اللي عنده انت موهبه انت بقى بتعمل ازاي المعادله دي لانها معادله صعبه جدا شريف عبد الفضيل بيعمل ايه ده بيعمل دمج بين الاثنين لازم اعمل عمليه دمج ازاي بقى انا مثلا لو جيت جنب الولد وطبطبت على كتف واحد
التاني يزعل ويغير. عارفه انت اكنك في حضانه بالظبط. الاخوات بكده يعني الاخوات بيقعدوا يعني كده مع بعض. احنا اللعيبه الكبار كنا كده. اه طبعا. يعني لو مدير الفني جه هزر مع كابتن هاني ما هزرش معايا. انا بالظبط. انا اتجنن. هو كمان انا بحس ضحك لهاني وما ضحكليش انا اتجنن واحنا كبار. اكلمك في 23 و25 و30 و النفس البشريه كده على فكره ملهاش يعني هو كده طبيعه البني ادم يعني. كره القدم غير. احنا لعيبه كره القدم دايما بنبص لنفسك. فانا بتعامل بقى في الحته دي انا بحاول اطور الحته دي بالنسبه لنا. فاكر الشيف سعاد بيقول لك يا عم دابوك كلمه دابوك يعني المدرب لما يجي يهزر شويه مع شريف يا عم شريف بقى دابوك يا راجل. طب ولد من 2003 وهو ماشي الولد ده كان سيرد باك ده متنبئ له ان شاء الله يبقى ستوبر في النادي الاهلي بس عايز يظبط العقليه شويه على اعلى مستوى بامانه في 2003 الولد هو ماشي كده فاللعيبه كلها اصلا انا اللي جبته من الاختبارات السنه اللي فاتت اسمه محمد شرقيه هو اسمه كده خلاص وكان ليه اسم تاني بس انا لغيته طبعا عشان عقليته يعني ما ينفعش يتقال له الاسم ده إيه فالولاد لازم مثلا حاجات لا اسامي غريبه كده فقلت له اسمه محمد شرقيه فان شاء الله الولد ده هيبقى قريب جدا في الفريق الاول باذن الله يعني فهو ماشي في التراك بيندهلي بقى وسط ابويا عليك يا حبيبي فالحمد لله لما تسيب طباعه زي ما انت بتقول كده يا كابتن هاني ايه خلاص دي عم دابوك يا عم دابوك بقى وبتاع دي الفاظ دايما متداوله فطبعا حته الربط بين اللعيبه وازاي افصل واقدر اطلع المخزون اللي جوه اللعيب ده الحريف واعمل عمليه دمج بين اللعيب الاقل مستوى واخليه ازاي يبقى اعلى مستوى واحفزه دي كلها بتبقى محتاجه شغل وتطوير كتير قوي عشان اوصل للمرحله دي. طيب اكيد برضو شريف المدير الفني الاجنبي طبعا حاطط استراتيجيه وحاطط اهداف اكيد طبعاً للقطاع طبعاً. واكيد اتعاملت معاه واتكلمته واكيد زي ما يمكن انا كمان اتعاملنا مع بعض وانا طبعاً. في النادي الاهلي ان هو المهمة الأكبر لمدرب قطاع الناشئين مش ان هو ياخد بطولة الجمهورية او ياخد خالص. بطولة قطاع ان احنا في الاخر والله انت بتعمل نموذج للعيب مؤهل انه يلعب في الفريق الاول للنادي الاهلي. طيب. المعادلة دي هتشتغلوها ازاي انتوا بتكلم كقطاع كله والمدير الفني اول حاجة قالها لكم ايه المنهج اللي هنمشي عليه خلال السنة اللي جاية او اللي بعديها. بصوا ده راجل ده خبير الراجل ده خبير ده اولا هو جاي لنا احنا بيدينا كورسات اسبوعيه ناخد كل في الاسبوع 3 ايام بيدينا فيها زي دوره تدريبيه بيشرح لنا طريق كل ما هو جديد في كره القدم انلايز على الفيديو على البروجيكتور بالظبط كده في ميتنج كل ما هو جديد في كره القدم بيقعد يشرح لنا دايركت كل اسبوع والله الكوره بقى فيها الامور دلوقتي ما بقاش في نواحي تكتيكيه بالشكل ده الامور لازم توصل لكده الحاجة التانية عملية الرؤية حتى لنوعية التدريب أوكي. وشكل التدريب الألفاظ مخارج ألفاظ المدربين لازم تبقى طبعا. موحدة ما ينفعش أنا مثلا مدرب أجي أقول للولد اعمل باص جامد وما أقولوش اتحرك خطوتين لتحت وما أقولوش حضر لعب من ورا أنا داع بقى هنا عملية الربط أنا ببني الولد بأسسه صح عشان ما أنا مدرب ما أجيش أقول له كلمة مزبوط. وبعد كده المدرب التاني يجي يقول له كلمة فبقى عند الولد خلل بيشوش في على الرؤية دي بالظبط فهمت قصدي إيه؟ يبقى هو الراجل ده دوره إيه؟ المدارس بره كلها بتمشي على النهج ده السيستم ده منهج واحد خبير راجل موجود بيحط سيستم وطريقة كلام واحدة نطق لده عشان كده النادي الأهلي دايماً سباق طب يعني آخر حاجة وآخر سؤال وأنا بحب جداً طيب. السؤال ده في طريقه لعب واحده تتفق مع الفريق الاول يعني قال لك هنعمل مثلا لو الفريق الاول بيلعب 4-4 4-2-3-1 هيطبق الكلام ده على كل القطاع تحت ولا لسه الامور دي ما بنتش لا دي ما بنتش وما يقدرش يحط الحته دي دلوقتي غير لما يحط السيستم بتاعه هو والرولز اللي عايزنا نمشي عليها غير لما مخارج الالفاظ الاول تخرج لازم الاساس الاول البيزك يعني ستيب باي ستيب لازم واحده واحده ان شاء الله يعني. هو موضوع عمليه تصحيح الاوضاع في قطاع الناشئين ده يعتبر تقريبا مش تقريبا هو اكيد اول خطوه في ان انت يكون عندك لعيبه اسماء انا نفسي اشوف ابو تريكا ونفسي اشوف تريزيجي ونفسي اشوف النني وصلاح يعني عايزين نشوف اسماء فعلا تعلم زي الاسماء اللي سبقتها اوعدك ان شاء الله اول حاجه بنعملها النهارده ان انت بتصحح الاوضاع صحيح في ناس كتيره زعلانه وفي ناس كتيره قوي مش عاجبها بس ده لازم وده مهم والحمد لله ان احنا بدأنا عايز تقول ايه؟ انا على النقطه دي اصلا يعني انا يعني ما كناش حابين نتكلم في ده لان احنا انت عارفه في النادي الاهلي احنا ما بنتكلمش بنشتغل بس قافلين على نفسنا احنا بنشتغل على طول الحمد لله يعني واي حاجه ما تشغلناش لان احنا ليه شغالين صح وبما يرضي الله
وبنتقي ربنا في شغلنا وعارفين احنا بنعمل ايه كويس قوي. واحنا عندنا صراحه واحنا شفنا الحمد لله صراحه يا شريف كابتن فتحي مبروك وكل المدربين الفنيين اللي كانوا موجودين في القطاع الناس ادت دورهم على اكمل وجه. ده حقيقي. اكيد وبنشكرهم كل الشكر ولهم تحيه وتقدير مننا. هم عملوا الخطوه احنا بناخد الخطوه الثانيه واللي بعدين هيجوا ياخدوا الخطوه. ده السيستم والرولز اللي بنمشي عليها جوه النادي الاهلي. عمرنا ما بنجرح ولا بنتكلم على حد. الناس دي ادت مهمتها على اكمل وجه. كابتن هاني بقى طبعا كابتن فتحي مبروك قدم موسمين على اعلى مستوى. كابتن هشام حنفي كل الناس كل اللي موجوده مدربين عشان مش عايز انسى حد. كل الناس محترمه جدا كملوا رسالتهم على اكمل وجه. احنا بناخد من بعض. هو ده كملوا المسير كملوا المسير. القطاع ان شاء الله باذنك يا رب هيبقى حاجه محترمه جدا جدا السنوات المقبله باذن الله. وعد منك. كابتن خالد بيهو عامل بامانه بامانه عامل شغل محترم جدا وان شاء الله كابتن خالد بجد يعني هيبقى حاجه كويسه قوي قدام القطاع ان شاء الله. دايما دايما يعني عند وعدك واحنا واثقين فيك وكل الاداره الفنيه خالد بيبو وكل المدربين الموجودين ان شاء الله تطلعوا لنا جيل ان شاء الله نفخر بيه دايما. شرفتنا شريف ونورتنا. انا سعيد جدا بوجودي معاكم ومبسوط جدا. انتوا حاجه جميله بصراحه وناس مثقفين ومحترمين وعلى اعلى مستوى ومبروك للقناه وان شاء الله في تطور وتحسن. شكرا للاحسن جدا. شكرا ليك يا كابتن. نورتنا. دي كانت حلقه البيت الكبير. بكره ان شاء الله معادنا من 10 لواحدة البيت الكبير.